هاي للكل ووالكم باك تو ماي شانل. انا ريتا من قناه دولشي ريتا. اذا كنتوا جديد بالقناه اتمنى تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد فيديو. اليوم راح اعمل تجربه قدامكم على الكاميرا، عم شوفوا على الفيسبوك انستغرام وعلى اليوتيوب، عم بيحولوا الرموش الاصطناعيه الفيك لاشز اللي شكلهم على بلاستيك ومش طبيعي ورخاص لرموش شكلهم طبيعي وغاليين. فحبيت اعمل هالتجربه قدامكم اليوم على الكاميرا ونشوف اذا بتزبط ولا لا. فاذا حابين تشوفوا شو هي النتيجه تابعوا الفيديو للاخر، وما تنسوا الشير واللايك كثير لحتى تدعمونا وتكبر عائلتنا اكثر. مثل ما شايفين هودول هن الرموش اللي عندي، هن بيجي على بلاستيك ومثل فيهم لمعه ومش طبيعيه بالمره وشكلهم كثير تشيب. فرح نعمل هيدي الطريقة اللي عملوها اللي شفتها كيف نحولهم لرموش شكلهم طبيعي وغاليين. رح نستعمل السبولي، هيدي الفرشاه اللي مستعملها نمشط فيها حواجبنا، وهي الطريقة انه بصيروا يعملوا بهالطريقة على الرمش لحتى يصيروا مثل شعر طبيعي شكلهم. فرح نجرب هالتجربة ونشوف اذا رح تنجح ولا لا. لاحظتوا شوية فرق، ما بعرف مش كتير، بس هي بدها وقت مثل ما لاحظت بالفيديوهات انه عم تاخد وقت لحتى يصير شكلها. حتى نشوف اذا راح تزبط. وهي بدها شد، يعني ما بدكم تكونوا ناعمين عليهم، وما تخافوا لانه هن اوريدي يعني بلاستيك، يعني ما راح يصير لهم شيء. بدكم تشدوا عليهم لحتى يصير شكلهم مثل ما عم بيطلع طبيعي. واو، لاحظتوا عن جد صار في فرق. لاحظتوا كيف صار هيدا الرمش وهيدا كيف بعده، بس بعد بده. شوفوا النتيجة لهلأ، صار في فرق بيناتهم كتير. بس بتصور الرمش اللي بيجي يمكن كثيف أكتر من هيدا بيعطي نتيجة أحسن. أنا اللي عندي هيدا هو الوحيد جربت فيه، بس بتصور اللي بيكون كثيف أكتر عم بيعطي نتيجة أحسن. فرح نكفي لنشوف شو رح يصير. شوفوا كيف صار شكله، تغير كلياً، صار يعني شكلهم مثل شعر طبيعي أكتر من هيدا اللي كانوا هيك ملزقين على بعض وعم يلمعوا. هيدا تغير الشكل تبعه وصار طبيعي أكتر، مع إنه بتصور يمكن بعد بده شوي، بس راح كفي بعد نتفي وارجع جربه على عيني. مثل ما شايفين، ما بعرف إذا أنتم ملاحظين النتيجة، هيك صار. ما بتصور يعني اذا بعد عملنا اكثر من هيك رح يصير شيء، يعني صار لي تقريبا شيء 5 دقائق عم بعمل هالطريقه، فبتصور هي اكثر شيء فينا نوصل له. هلا رح حطه على عيوني لاشوف كيف رح يطلع. هلا رح حطه على رموشي رح لازقه، بس انه عن جد لاحظت انه تغير شكله كليا يعني عن قبل. فراح احط الجلو ولزقه. شوفوا هيدا الثاني، لانه يمكن حفيته بطريقه غير اقوى من قبل، حتى بهيك بهالطريقه هيك عشوائيه من هالميل ومن هالميل، فحسيت انه طلع بعد اكثر من هداك. إذا بتشوفوا الشكل كيف صار، غير هالأدول اللي مفرقين عن بعض، بس شوفوا صار شكله طبيعي بعد أكتر من هداك. يعني هيدي بدك تحفوها مظبوط لحتى تحصل على النتيجة الحلوة. رح ركبها وارجع. أوكي يا حلوين، هيدي النتيجة النهائية. أنا بعتبر هيدي التجربة نجحت وحبيت الفكرة كتير. عن جد تغير شكلهم كلياً، بطلوا مبينين تشيب وكأنه بلاستيك، صار شكلهم طبيعي أكتر. بس مثل ما قلت لكم لازم
تشده مزبوط بالسبولة على الرمش، ما تخافوا عليه ما راح يصير له شيء. بتشده من الميلتين مثل ما عملت بتاني مرة نجحت أكتر. هذا هو الرمش مثل ما شايفين، صار شكله طبيعي أكتر وعن جد النتيجة حلوة عجبتني. فإذا عندكم هيك رموش ما عم تستعملون لأنه شكلهم بلاستيك، جربوا هالطريقة واعطوني رأيكم بخانة التعليقات. إذا حبيتوا هذا الفيديو بتمنى تعملوا شير ولايك كتير للفيديو، وأنا بشوفكم بالفيديو الجاي. بحبكم كتير، باي.